فبعد أمل بإتمام الصفقة والتهدئة في القطاع، تعثرت المفاوضات في ذات العقبة. وقف الحرب أم الهدنة؟ نعم، وكلما تباطأت طبعا خطوات التهدئة، تسارعت يا حنين نبرات التهديد ببدء العملية البرية على رفح قريبا. رفح بدورها شهدت ليلة صعبة بالفعل بغارات مكثفة استهدفت عدة منازل سكنية. كان الأمل الأخير لا يزال قائما مع عودة وفد حماس للقاهرة غدا من أجل استئناف التفاوض. وفي إسرائيل لا تزال هناك دعوات أيضا لإتمام الصفقة. وزير الدفاع يوآف جالانت دعا نتنياهو خلال جلسة لمجلس المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، دعاه للموافقة على المقترح المصري من أجل استعادة المحتجزين. كان جالانت أيضا يرى ويؤكد أن الجيش سيدخل رفح قريبا. رد عليه وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش خلال تظاهرات لعائلات الجنود: ادخل رفح الآن. أيضا مشاهدينا، بالإضافة إلى رفح، تشهد منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تحركات غير اعتيادية وأيضا نسفا للمنازل خلال اليومين الماضيين. بالتحديد كل هذا كان يحدث على محور نتساريم الاستيطاني الذي تعمل إسرائيل على إعادة بنائه. القصف الإسرائيلي على المغراقة يأتي ضمن العملية العسكرية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين. الهدف منها من هذه العملية توسيع محور نتساريم، المنطقة الفاصلة في جغرافية غزة، مما سيمكن القوات الإسرائيلية من الكشف عن الأنفاق التابعة لحماس والتي تربط شمال القطاع بجنوبه. إسرائيل إذن على ما يبدو يا راوية تؤسس لواقع أمني جديد في قطاع غزة من عملياتها العسكرية في المرحلة الثالثة من الحرب. احتلال محور نتساريم على رأس الأهداف الإسرائيلية. الممر يمتد شرقا من الحدود بين قطاع غزة وتل أبيب ووصولا إلى شاطئ البحر غربا بمحاذاة مدينة غزة والمحافظة الوسطى. موقع المنطقة جغرافيا مشاهدينا يساعد الجيش الإسرائيلي في الوصول على مختلف أو إلى مختلف مناطق غزة. فمن هذه المنطقة انطلقت عملية التوغل البرية على مدينة غزة ومحافظة الوسطى أيضا التي يفصل ممر نتساريم بينهما كما ترون على الخريطة. طبعا هذه المنطقة يتصل فيها أيضا المرفأ البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي على ساحل القطاع، وكنا تحدثنا عنه مرارا في الأيام الماضية. المنطقة العازلة تشكل الهدف الثاني لإسرائيل، وهي تمتد على طول الحدود ما بين غزة وتل أبيب بعمق 800 متر كحد أدنى. هذه المنطقة تعطي فرصة للقوات الإسرائيلية بالتحرك عسكريا بحرية على طول المناطق الحدودية.